طيب واحنا بنتكلم عن افريقي بروح الفانيلا الحمراء دايما عندنا فقره كده بنعملها مع حضراتكم. عملنا اجاييه وجاب جون وعمل مباراه حلوه قوي، عملنا علي معلول وجاب جون وعمل مباراه حلوه قوي، لكن النهارده هنطلع بره الصندوق شويه. واحد من اللعيبه اللي حضراتكم بتحبوهم جدا، واحد من اللعيبه بطل كوره، رجع بلده، ولكن يظل دائما في قلوب كل الاهلاويه، جيلبرتو. كان باك ليفت عالمي الحقيقه، وناس كتيره جدا او اهلاويه كتيره جدا او كل الاهلاويه الحقيقه بيحبوه لانه يستحق التحيه ويستحق الحب اللي كل جمهور النادي الاهلي بيحبه له. هنطلع نشوف تقرير عن افريقي بروح الفانيلا الحمراء جيلبرتو، وبعد كده هستقبل في الجزء الاول النجمين الكبيرين كابتن ماهر همام وكابتن ابراهيم عبد الصمد. هنطلع نشوف جيلبرتو ونرجع نكمل مع حضراتكم ونستقبل ضيوفنا الكبار. يعد الأنجولي فيليسبرتو سبيستياو الشهير بجيلبرتو هو أحد أنجح الأفارقة في تاريخ الآلي على مدار تاريخه، لما سطره من تاريخ مليء بالبطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء، بجانب أنه أحد الذين عشقهم الجمهور لإخلاصه ووفائه، وذلك طوال فترة وجوده في نادي القرن الإفريقي أو حتى بعد رحيله عن قلعة الجزيرة. جيلبرتو والهدف، الله الله عليك يا جيلبرتو، الله 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 عليك يا جيلبرتو. بدأ الفهد الأنجولي مسيرته الكروية مع نادي بيترو أتليتيكو عام 2001 قبل الانتقال للأهلي عام 2002 الذي قضى معه 8 مواسم من النجاح والتألق قبل أن ينهي مسيرته مع المارد الأحمر عام 2010 لينتقل لصفوف ليرس البلجيكي ومنه إلى أيل لاميسول القبرصي، بينما اختتم مسيرته في الدوري الأنجولي مع بيترو دي لواندا ليعلن اعتزاله في 2015. شارك الظهير الأيسر مع الأهلي في 280 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وتوج ب21 بطولة، 6 بطولات للدوري الممتاز، 3 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، 4 بطولات للسوبر الإفريقي، 5 بطولات للسوبر المصري، 3 بطولات لكأس مصر. كان للأنجولي جيلبرتو مواقف إنسانية بارزة مع الأهلي، من أهمها رفضه تحمل النادي لتكاليف إصابته في وتر أكيلس الذي تعرض لهذه الإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الأنجولي موسم 2006، وتحمل النادي الأهلي تكاليف علاج اللاعب من أجل عودته سريعا للملاعب، لكنه في أول استدعاء له من منتخبه طالبهم بسداد تكاليف إصابته للأهلي قبل الانضمام للمنتخب. لا ينسى أحد للاعب غيرته على الفريق في كل الأوقات، هو ما جعل له مكانة خاصة لدى عشاق الكيان ليتغنوا بها في كل زمان أو مناسبة، سواء أكانت من خلال فنياته العالية التي ظهرت مع القميص الأحمر أو مواقفه المستمرة مع النادي حتى بعد رحيله، لدرجة أنه يحرص على مساندة بعثة الأهلي في كل مرة تسافر فيها لأنغولا لمواجهة أي ناد هناك، كما أنه دخل في بكاء حار خلال حفل وداعه للأهلي، حيث أكد أنه لن ينسى الأهلي الذي قضى معه أسعد لحظاته الكروية. ونتيجة لكل هذه المواقف مع اللاعب في الأهلي، أطلقت عليه جماهير الفريق الأحمر لقب ابن النادي، أسوة بلاعبين تركوا بصمات في الفريق.